بدعم قيادتنا الرشيدة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أن يوفرون هذه المستشفيات الميدانية في كل إمارة. هذا شيء يحسب له يعني إنجاز ما تتصار في العالم كله. صحيح. جزاهم الله خير، وأنتم جهودكم جهود جبارة وإخلاصكم في العمل أثبت أنه سرعة الإنجاز. خلص المستشفى الميداني في زمن سريع.